أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عنه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم الى الحق حقا وارزقنا اتباعه والى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك لنا والمعلمين في دوام الصحة والعافية والرحمة والنعمة والبركة والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولمعلمين ولمن علمناه ولأزواجنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة ونعوذ بك من معصية وأسبابها. اللهم اجعل سيئتنا سيئة من أحببت ولا تجعل حسنتنا حسنة من أبغضت لأن الحسنة لا تنفع ما بغضت كما لا تضر كما لا تضر سيئة وحق بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جبرنا ومعلمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبات النتامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان.